السبب يا معلم، صار بين إيدينا مبلغ كبير من الأموال ما أنا مسجله، ومشان ندخلها بشكل مشروع وما حدا يسأل من أين لك هذا، فكرنا أنه نوسع شغل المآمر الموجود عنا، ولقينا أنه المآمر الموجودة بالغارية مناسبة إلنا، ومنكون هيك عملنا غسيل للأموال وبعدنا كل العيون عنا. وأنا وكلت هاي المهمة لواحد من الشباب. طبعا نحن منلغي هاي الشغلة إذا ما عجبتك معلم. بعدين المعلم طلب مني نعمل اجتماع وطلب نشترك فيه كلياتنا. عماد رح ينظمه لهذا الاجتماع، وقال لي خلي سعيد يجي على الاجتماع كمان، يعني المعلم بده يتعرف عليك. علي أنا؟ ايه. ومين اللي سعالي بهذا الشيء يا ترى؟ المعلم الكبير بيتابع كل شيء وبيشوف وبيعرف، وما دام هو طلب انه يتعرف عليك معناته هو مقدرك وحبك. بعدين انت عم تعمل شغل كتير حلو وهذا لفت نظره، فهمت مو؟ على فكرة نحن دائما ما منعرف وين رح ينعمل هالاجتماع وبأي مكان بالضبط إلا لآخر كم دقيقة. عماد رح ينظمه للاجتماع لأنه هو المسؤول الأمني عنه، وهلأ بدي منك تكون جاهز لأنه بأي لحظة أو أي مكان ممكن يلاقوك وياخدوك. والله يا ابن الحلال عن ذكره بيبان. أهلين، ليش تأخرت كتير؟ يلا عود. عماد بيك عم يحاول يطبق مساعدتي وعم يتقرب منها كمان ويواعدها، وهالشي عم ياخد من وقته كتير. بس أنا وقت بدي اختار صديقة ما رح أخد إذن منك. وما ضل غير مساعدتي لتختارها، مو هيك؟ على كلين أنا صار لازم أمشي هلأ، متأكد أنه في بيناتكم حكي كتير. لا تنسى اللي حكينا يا سعيد. شو عم يقول هاد؟ ما في شي حقي بيك، ما أنا شغلة مهمة، وبعدين أنا وياه منحلها بيناتنا. اسمع منيح عماد، بهاي الفترة لازم تكون حذر أكتر من اللازم. أنا كنت عند المعلم من كم يوم. شو؟ حكينا بكم شغلة. في مشكلة يا بيك؟ عن قريب رح نعرف. طلب مني نعمل اجتماع، يلا بلش بالتجهيزات. من زمان كتير ما اجتمعنا فيه، أنا فورا رح بلش بالتجهيزات. طيب المعلم طلب شي طلب خاص منك؟ ايه طلب، قال لي خلي سعيد يحضر الاجتماع. شو له شغل هنيك؟ شو هاد؟ سمع عنه كتير وحب انه يشوفه، وقال ضروري كتير يكون هو كمان بالاجتماع. ان شاء الله ما يندم على هالشي. ما سمعت، قلت شي؟ قلت إذا بده هيك معناته أكيد في شي. صحنك فاضي بنتي؟ داليا صدقيني ما في شي بيخوف، الشغلة يلي بدنا نعملها كتير بسيطة، وأصلاً قبل هالشي رح نعمل خطة مضمونة وما فيها أي خطورة. بس أنا ما بقدر نفس كلامك. أنا ما عم قلك بكرة وفوراً بدك تحطي الأجهزة، بالأول بدك تروحي على بيته كم مرة وتكتشفي المكان، وبعدين بتحكي كل شي شفتيه وعرفتيه بالضبط، فهمتي علي؟ وبنرسم مخطط للبيت، الغرف والعفش، حتى كمان إذا لقيتي فرصة حاولي تصوري الغرف لأنه هيك بيكون أحسن بكتير. بس هالشي مستحيل، أنا ما عم شوفه العماد، نحن ما عاد التقينا. بتصدقي إذا قلتلك يا داليا إني كنت منتظر منك هاي الإجابة؟ بس أنت إذا بتطلعي بعيونه لهذا الزلمة وبتقلي له اشتقتي له كتير وإنك ما فيك تعيشي من دونه، يا ترى ممكن يصدق؟ ما بيقدر، وهالكلام أنا متأكد منه كتير منيح. داليا أساساً ما عندك خيار تاني، مو هيك؟ اتصلي في يلا.
يا الله ليش هيك عم تعذبوني؟ أهلا وسهلا. أهلين لبنى. حكاني أمير مشان إجي أقعد عند رفيف. قال بدنا نطلع لبرا. لبنى. ليكي أنا إجيت خصوصي بكير لأحكي معك، مخنوقة ومتضايقة كتير. تخانقت مع سعيد وعصبت عليه وتركت الشغل، كتير مقهورة منه. عن جد؟ والسبب لأني عم قابل شخص. حلو لبنى، شكراً كتير إلك على اهتمامك. هلأ هيك الوحدة بتقول لرفيقتها؟ لك أنت على القليل اسأليني مين بيكون وشو هو شكله وكيف تعرفتي عليه. داليا أنا لساتني نعسانة، تعي أنا وأنتي نساوي قهوة وبس اشربها وصحصح منحكي أنا وياكي. لبنى أنتي مالك عجبتيني. إيه ومين هو روميو؟ عماد بيك عرفتي؟ هاي ألو، عم قلك عماد بيك يلي بزماناته كان مديره لأبوكي، يلي أمير قوم الدنيا وعصب كتير لما عرف إنه سعيد عم يشتغل مع هالزلمة. لك هذا تبع المافيات. فهمت داليا، فهمت إنه عماد، عماد بيك أكبر مافيا بالبلد. أصلاً أنا وسعيد اتخانقنا كرمال هالزلمة ومعه حق. هلأ بالأخير هو ماله هيين، نحنا أخذنا كل مكاتبنا على أساس شغل لقلو، وقتها كانوا متفقين. بس هلأ في مشاكل بينه وبين سعيد. بتصدقي إذا قلتلك إني ما عم بقدر شوفه لهالشخص سيء مثل ما كل اللي حوالي عم بيشوفوه؟ لما بشوفه كتير بحس حالي مبسوطة ومرتاحة وصايرة عم بشتقله، بس عم حس إنه هالشغلات مو من حقي لبنى. لبنى أنا ساردة بالحكي عن حبي الجديد وأنتي غفيانة مثل ختيارة تسعينية. خفيت وما حسيت. خلص روحي نامي، أنا بعمل القهوة. هاتي لشو. لا خلص أنا بعمل القهوة، بعدي من هون بعدي. دخيل قلبك أنا، والله بيلبق لك يا عمري تصير أب على أدمان وقلبك حنون. صحيح، وانت بدك تعزمني على العشاء وبمطعم، مو تجيب لي ساندويش سمك وخلاص. والمطعم كمان عند شط البوسفور. ايوه انت اعتمدي، وانا بمدلك احلى طاولة وباحلى مطعم وانت ما بدك. تا 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 دخيلك انا، والله طالعة بتجنني مثل القمر ما شاء الله. امير منيح اتجوزت هالبنت هاي. ليك انت ما شاء الله عليك مثل القمر، وهي كمان بتجنن، بس هالبنوتة احلى منكن انتو اتنين وبتاخد العقل. عن جد طالعة حلوة، منمشي؟ يلا اطلعوا بسرعة وتأخروا قد ما بدكن ولا تاكلوا همي. انا رح انتبه منيح على رفيف وعلى ستة، لا تخافوا عليهم هنن بايدي امينة. لا